السلام عليكم، شلون اخباركم؟ معكم زياح. قبل ما يبدا هذا المقطع اتمنى قصر يا سيد محمد عليه الصلاه والسلام. اوكي شباب، اليوم جينا لكم بفيديو جديد وموضوع جديد عن لعبه بابجي. طبعا يا شباب، من شوي نزل عرض في بي ان، هو عن كيف تاخذ مظله حلوه يعني يا شباب، بس مشكلته مؤقته. اوكي طبعا قلت لكم قبل هذا المقطع انه مؤقته وليست دائميه، فمن ينزل عرض دائمي راح انزلكم فورا. فقبل ما ابدا المقطع، اذا كنت جديد على القناه اتمنى تشترك وتفعل الجرس، واذا كنت قديم اتمنى تحط لي لايك وتعمل شير للمقطع. بس يا شباب، كان معكم محمد قناه زياح، مشاهده ممتعه. طبعا اول شي بتعملوه هو تفوتوا على الضبط عشان تحولوا على دوله الهند. اوكي، بتنزلوا على الاخير بيعطيكم هون تغيير بدل ما انا مثل يعطيني. اوكي، بعدها بتفوتوا على الهدايا، بعد ما تغيروا بتفوتوا على بوب جي ام. اوكي، بعدها مثل ما انتم شايفين اعطيك اقضي مع مجموعه 20 دقيقه في اللعبه. اوكي طبعا يا شباب، يعني لازم تتم باللعبه 20 دقيقه حتى تاخذ المظله، وبصراحه يعني حلوه بس مشكلتها انها مؤقته لمده يوم واحد. اوكي فعادي يعني، المهم يعني مظله. فايمت بنتهي العرض وايمت بلش؟ طبعا بلش الشباب مثل ما انتم شايفين بزاويه زاويه اليسار تحت 2020/21، وبينتهي ب 2020/27، يعني 7 ايام. هاي هي المظله يا شباب مثل ما انتم شايفين، بصراحه مظله حلوه كتير كتير وبتستاهل يعني. بس يعني مشكلتها انها مؤقته، يعني ما في داعي تحول على دوله الهند اذا ما تريدها. لهون كنا وصلنا معكم فيديو اليوم، ان شاء الله كنا عجبكم. اذا عجبكم ما حطوا لي لايك شير سبسكرايب، ما تنسوا جرس انذار. بس الشباب، كان معكم محمد قناه زياح، في امان الله.